شاين التنتين الفور بيبتايد مرتبطه مع بعض يرتبطون عن طريق ايش اه ديزولفايد اه بوند زي ما قلنا ان الانتيبادي مكون من فور بولي بيبتايد اه تو اه دينتكال شاين نسميها ايش هيفي شاين وثنتين نسميه ايش لايت ايش السبب نسميه انه هيفي لانه بسبب ايش ان الامينو اسيد حقها بسبب طولها الامينو اسيد وهذيك لايت بسبب ايضا طول الامينو اسيد الهيفي شاين لاحظ ان اكثر امينو اسيد بينما في اللايت اقل اللا... اللايت شاين ترتبط بالهيفي شاين عن طريق ايش ديزولفايد بوند بوند الرابطه في معانا في منطقة الوسط أو ميد ريجين هذا منطقة الوسط في رابطة برضو نسميه هنج ريجين هنج ريجين هذا إيش الوظيفة حقها؟ إنك تخلي الأنتي بادي يكون إيش؟ يعمل روتيشن عملية التفاف أو فليكسبيليتي مرن دين وظيفتها إن تعطيها إيش؟ الوظيفة المرونة أو إنه قادر على إنه إيش؟ يتحرك إيه هذا المنطقه نسميها هنج ريجين في معانا ايضا في ال عند ان ريجين في منطقه تكون ايش هايبر او اكثر منطقه تكون ايش مختلفات الامينو اسيد نسميها هايبر فيربل ريجين هذا المنطقه ايش الوظيفه حقه اني هتعمل انتيجين باندنج وظيفتها اني تمسك جي الانتيجين في ال ريجين للهيفي ايضا اللي نسميها الكربوكسيل دي سي منطقه نسميها بيولوجيكال فانكشن هنا به الاف سي ريجين الاف سي ريجين هذا يمسك بين له على الفاجوسايت وايضا يمسك فين في الكومبلمنت هذا اللي يعمل البيولوجيكال فانكشن زي ما قلنا انه الفرق آه بيبتايد في معانا قلنا آه تو هيفي و تو لايت بال هيفي و في منطقتين منطقة نسميها فيربل يعني مختلفات ومنطقة نسميها كونستانت لاحظ بالهيفي هيفي في معانا ثلاث مناطق كونستانت او منطقتين بينما في اللايت معنا منطقة واحدة دي كونستانت ومنطقة فيربل أيش وظيفة ال variable regent أو كومبلمنتري هذه وظيفة أن تمسك فين؟ في الانتيبادي في الأنتيجين وظيفتها أن تمسك الأنتيجين بينما في ال constant regen وظيفتها أن تعمل إيش? biological function أو complement معها قلنا هنا الـ Fc الـ receptor معها على الفاغوسايت لاحظ في ال constant هنا حاجة اللاشين معنا نوعين فقط يا كابا يا لمدا بينما في الهيفي شين معنا خمسة انواع على حسب الكونسنتريجين معنا الفا آه الفا ومعنا جاما ومعنا دلتا ومعنا أبسلون ومعنا ميون دي نسمي تبع الاي جي اي واي جي جي واي جي دي واي المسؤول على الايزوتايب على ايز تايب او الكلاس تايب منو هتكون هي في شان بينما اللاست شان مش المسؤوله المسؤوله على تنتين بس على الكابا ولا زي ما قلنا ان في معانا منطقتين الانتي بادي نسميها من ريجين معنا فيربل ريجين والمنطقة الثانية نسميها كونستنت ريجين الفيربل ريجين لاحظ ان في الان تيرمينال وهي وظيفتها ايش اني تعمل تمسك من في الانتيجين او تكون ايش انتيجين بندنج سايت هذا الفيربل تكون في معنا ثلاث منطقة ثلاث مناطق هنا يكون آه نسميها هايبر فيرابل ريجين اكثر مناطق متغيرات او مختلفات بسبب وجود آه اختلاف في الامينو اسيد وهذا اللي يعطيهم ميزه ان يتا... كل انتيجين معين يرتبط له انتي, با... انتي, با... انتي با... معين اذا هذا الاول منطقه نسميها في الانترمينال uh, نسميها ايش هايبر فيرابل ريجين او نسميها كومبلمنتري ديترمينينج ريجين او اف او فاب فاب زين يا فاب يا انتيجين بندنج سايت يا هايبر هذه هذا المنطقة دي هي المنطقة المتغيرة هذا فين بالثنتين الهافي واللايت المنطقة الثانية او region الثاني نسميها كونستنت ثابتة لحظة انا الكونستنت ايش الوظيفه حقها؟ ان هي حتعمل بيولوجيكال فانكشن ان هي تمسك فين؟ الكومبلمنت تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت او لها ريسبترز على الفاجوسايت تمسك في الفاجوسايت وتعمل اكتيفيشن للفاجوسايت عن طريق الاف سي ريجيم هذا اللي نسميه ايش؟ بيولوجيكال اكتيفيتي او اف سي ريجيم نلاحظ ان الكونستنت يعني ثابته كونستنت ثابته بالنسبة للكونستنت لللايت شاين مكونة من جزئين يا لَمْدَا يا كابا فقط أما بالهيفي شاين بالهيفي معنا آه هي المسؤولة على أن تعمل إيش للكلاس معنا خ... خمسة أنواع معنا ألفا وغاما ودلتا وأبسيلون ومياو هي المسؤوله على الانتي بودي اي جي اي جي ام اي جي اي اي جي ا اي جي دي ايش الوظيفة لل antibody لاحظ أن الوظيفة ال antibody هو يعمل إيش؟ recognize أو بندق الأنتيجين صح ولا لا؟ إذن آه يعمل الأول وظيفة له إنه بيعمل neutralization آه للميكروبس والتوكسين وبالتالي يمنحن إن مسكين فين؟ في ال أو في الهوست يعمل ابسونايزيشن وبالتالي يعمل اكتيف لاكتيفيشن للفاجوسايت يعمل انتي ديبندنت سي... سيل سيتوتوكسيستي مع لان معه ريسبتورز على الفاجوسايت على اف سي موجود على النشره وعلى المسلز وعلى, وعلى الايزنوفيل يعمل لايسس للميكرو ايضا يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت يعمل استيميليشن للفاجوسايت من خلال انه <applause> يكون يعمل ابسينين الافصيني تعمل اما عن طريق الكومبلمنت او عن طريق الانتيبادي ايضا يعمل أه انفلميشن إذن وظائف الأنتيبادي إنه بيعمل للسيلز أو للأنتيجين يعمل له أجلوتينيشن أجلوتينيشن وبالتالي يسهل عملية بلعة لأنه لما يجمعه بيعمل أيضا له precipitated ويقدر أن المناعة تعمل له ريكونايز أيضا بيعمل نيتروليزيشن للتوكسين والفيروس والبكتيريا بالتالي من ايش ان نعمل اعمل او بندنج للسيلز بالتالي يبطل مفعولا ويتم ازالته من الجسم ثلاثة بيعمل ايش ابزونايزيشن للباتوجين او للبكتيريا وهذا الطريق يعمل ايش انهانس للفاجوسايت بيعمل فاجوسايتوز يعني معه ريسبسور على الفاجوسايت اف سي ايضا يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت نلاحظ انه اكثر واحد يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت وأي جي ام وايضا الاي جي جي هذول الاثنين فقط في بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت ايضا يعمل آه... ايضا يعمل انتي بادي ديبندنت سيل ميديتد سيتو اي دي سي سي وايضا يعمل انتي بادي ميديتد ماس في حاله ال باراسايت او في على دفاع الورم المنس نجي نشوف ايش وظيفة الكلاس او الايزوتوبس للأمينوغلوبين جلوبين في معنا احنا قلنا خمسة نلاحظ انه معنا هنا الاي جي اي الاي جي اي جي ام الاي جي دي اي جي اي دي قلنا انه على حسب الهيفي شاين قسمناهن الهيفي الجاما والفا وميو والدلتا والابسلون لاحظ هنا الاستراكشر معنا ال اي ام اللي هو دي هو بنتمر قماسي والاي جي هو مونومرز ودايمر الباقي سيكون ايش مونومر نجي نلاحظ من ناحيه التركيز حقه السيرم كونسنتريشن معانا الـ السيرم اكثر واحد حيكون ايش الاي جي بينما اقل واحد سيكون الاي اي من ناحية الموليكولار وايت أكبر أصغر واحد هيكون الـ IgA الـ IgG أصغر أمينوجلوبلين ولذلك بيعمل إيش؟ يقدر يعمل يعمل كروس للبلاسينتا من الأم للفيتاس وأكبر واحد هيكون إيش؟ معنا الـ IgM دينا اللي آه قادر يعبر البلاسندا هو الاي جي جي الوحيد بينما اللي هو موجود في الملك وفي السكريتري هيكون معنا الاي جي -E وايضا الاي جي جي نلاحظ من ناحيه البيولوجيكال اكتيفيتي لهن في معنا آه اللي يعمل اشياء كومبلمنت اكثر واحد يعمل كومبلمنت اكتيفيشن هو الاي جي ام لانه قلنا ايش خماسي وله عشرة أنتيجين آه بندين ولذلك يسموه عشرة فيلانس تكافح حقه الثاني الاي جي برضو يعمل كومبلمنت اكتيفيشن والاي جي اي الباء اي جي اي الاي جي دي والاي جي اي ما بيعملش الانتي اللي بيعملين نيتراليزيشن آه يبطلين او يمنعين ان البكتيريا او الفيروس يمسك السيلز معنا من الاي ال اللي عي قادر يعمل اه، اوبسونيزيشن معنا قلنا الاي جي ام مع كم خمسه عندنا اي جي ام والاي اه، جي قادر يعمل اوبسونيزيشن بالتالي يعمل اكتيفيتي لمن للفاجوسايت او يعمل بيعمل كوتينج لل انتيجين او البكتيريا الاي جي معاه ريسبتورز على الفاجوسايتوز مع على الفاجوسايت وبالتالي قادر يعمل ايش اكتيفيتي للفاجوسايت يعمل لها فاجوسايتوز برضو على اي جي وقد ممكن الى الاي جي ام او لا اللي معاه ريسبتورز على المسلز والبازوفيل هو الاي جي اي الاي جي اللي بيسبب ايش قلنا الالرجيك او الانوفلاكتيك اذا نلاحظ ان كل الموجودات في السيرم ما عدا الاي جي موجود في الساميوكس وبالتالي على اللوكال اميونتي بيعمل موجود في السلايفا موجود في الدموع موجود في الملك النوع الاول اي جي اي جي الشكل حقه مونمر احادي الاي جي اكثر واحد موجود في السيرم لأن اكثر امينوغلوبين موجود في السيرم هو الاي جي موجود في البلاط في التيشو وفي اللمف هالف لايف له 23 يوم لايف uh, يوم ال... قلنا انه اصغر uh, او اصغر امينو ولكن بسبب ال... انه صغير جدا فيقدر يعبر ايش البلسنتا, المشيمه من الام للجنين لل... وهو الوحيد اللي بيعبر. الوظيفة حقة, حقه إنه قادر يعمل إيش كومبلمنت أكتيفيشن أيضا قادر يعمل للبكتيريا أوبسونايزيشن وبالتالي يعمل إنهانس للفاجوسايت قادر يعمل للبكتيريا وللفيروس neutralization ويمنحن إن يعمل يمسكن في السيلز يعني يخليهن أنا أكتف أيضا قادر يعمل انتي بودي ديبندنت سيتوتوكسستي سيلز لان له الريسبتورز على الفاجوسايت وهذا اللي يجعله انه يخليه انه يعمل ايش؟ اي دي سي سي الثاني اي جي ام لاحظ الاي جي ام انه عباره عن البي سيلز ريسبتورز عبارة عن الريسبتور في على البي سيلز دي نلاحظ انه التركيز حقه موجود ما بين خمسة إلى عشرة في السيرم أكثر أو أكبر موليكولز هو الأي جي إم منه اثنين تايب استراكشر مونومير أحادي أي جي إم هذا موجود في الـ على سطح البي سيلز وهو عبارة على بي سيلز ريسبتورز هاي فون آه وبنتمر ذي هو عبارة عن إيش آه لا آه خماسي وعيكون له إيش عش أنتيجين آه, آه نلاحظ إن هذا ال بنتمر موجود عش على شكل إيش في السيرم أول انتي يحدث لها سنتيز بواسطة البي سيلز هو الـ IgM أو بالفيتاس إذن أول ظهور أو أول تكوين هو الـ IgM يكون أول انتيبادي يحدث سنتيز بواسطة الفيتاس أو البيسيلز سيلز وبعدها يجي بعد إيش بعد اي جي او او اول واحد يظهر في حاله الانفكشن هو ال اي ام نسميه ايش علامه من علامة الاكيوت انفكشن آه, اذا في الفيرست او بالمري ميري بال ريسبونس آه, او First آه, ريسبونس هيكون ايش ال اول واحد وهذا علامه ايش انه الشخص عنده ايش اكيوت انفكشن ايضا قلنا انه الموليكولز حقه كبير جدا ولذلك ما يقدرش يعمل بلاسنتا ترانسفير ما يقدرش نلاحظ الفانكشن حقه احنا قلنا انه بنتمر يعني معه عشرة فيلانس او انتيجين بندنج وهذا يخليه ايش مور افشينسي او افشينت انتي بادي هيكون اكثر واحد يعمل ايش اكتيفيتد للكومبلمنت ايضا يعمل نيترلايزيشن uh, ما بيعملش ابسونايزيشن uh, ولا انت اي دي سي سي لانه ما بش ريسبتورز uh, قلنا انه اول امينو جلوبين يحدث او يحدث له سنتيز بواسطه البي سيلز هو الاي جي ام طبعا الفيتاس لما يعني نقول الفيتاس معناه انه اول ما يتعرض للانفكشن اش البي سيلز حق الفيتاس ايش هتتخلق اول امينو جلوبين هتتخلق ايش الاي جي اذن اذا الاي جي ام هو عباره عن ايش الريسبتور للبي سيلز اللي نسميه ايش باوند رقم ثلاثة أي هذا موجود ما بين عشر إلى خمسة في السيرم منه تو تايبس في معنا في السيرم وهو على شكل مونومر وفيه في الميوكس أو نسميه إيش سكريتري تايبس إس أي هنا دايمر وهذا موجود في السكريشن في أو في السلايفة أو في الدموع أو في الميوكوس. إذن الـ location له هيكون موجود في السكريشن secretion الـ half-life قلنا أنه ما بين ستة آه إلى ستة أيام ما بيعملش أكتيفيشن لل complement ولا يقدر يعبر الـ placenta transfer إذن الوظيفة حقه. نو بيعمل اش لوكلايز بروتكشن الميوكاس او من دي بي معنا الانتي الموجود هو الاي جي اي اذا البكتيريا والفيروس الفيروس يعمل لنا حمايه منه هو في البولي فيروس او الحمايه في ذاك التلقيح في البولي فيروس العيش اورال إذن من اللي بيحمينا الخط الدفاعي الاول ضد البولي فيروس او الاي جي اي يمنع البكتيريا من انها تمسك ايش؟ الميوكس. الـ اي قلنا انه اقل واحد موجود في السيرام اقل concentrated من الأمينوغلوبين موجود في السيرام على حقه مونومر مع في سي ريسبتور على الماستس وعلى البازوفيل وذاك هو المسؤول على انه يعمل اشياء إنه فلاكتيك او الارجيك رياكشن الفانكشن حقه هو الخط الدفاعي أو المسؤول انه يشتغل ضد الطفيليات او ضد البراسايت او الارجا موليولز دينا اللي بيحمينا او المسؤول على الدفاع على الجسم ضد ال او الهيلمنتس ولا اي ايضا له دور مهم في حالة الالرجيك اخر شيء اي دي هذا موجود بيكون موجود على سطح البي سيلز وهو جزء من البي سيلز ريسبتورز مش معروف له اي وظيفة بيولوجية موجود بتركيزات قليلة جدا اقل من واحد بالمئة لأن الوظيفة حقه مش معروفة لحد الآن والآخر آ... له آ... أهمية من ناحية الشيء إنه يعمل ريكوجنيشن لل... بالبي سيلز الأنتيجين لأنه قلنا موجود على السيرفس